اللي بيفكر او للناس اللي بتفكر، ويمكن الناس اللي قلقانه يا ترى الزمالك هيعمل ايه في البطوله العربيه، يا ترى بظروف القايمه القائمه الحاليه هنقدر ان احنا ننافس لحد امتى، وهتقدر توصل في البطوله لحد فين. الحقيقه انه احنا مش حابين نكون بنكرر كلامنا، يمكن الكلام ده انا رديت عليه واتكلمت فيه بالتفصيل يمكن في اليومين اللي فاتوا، وانا مش حابه اكرر كلامي عن يمكن سجل ماضي وتاريخ الزمالك في مواجهه الظروف والتحديات الصعبه، ما اتكلمنا في القصه دي، لكن احنا كل اللي احنا حابينه اننا نستوعب كويس قوي احنا مين. لازم تكون عارف كويس قوي انت مين، انت رايح تعمل ايه في البطوله دي، ايه هدفك من البطوله دي، الهدف اللي يليق بيك كمان. عشان كده خلونا يمكن ناخد من كلام مستر أوسوريو قبل السفر مباشرة للسعودية ونشوف قال إيه للعيبة. يعني مستر أوسوريو قال إيه للعيبة؟ مستر أوسوريو قال في كلامه الأخير للعيبة قبل السفر للسعودية، قال لهم أنا مش مسافر عشان أحاول أقدم بطولة كويسة والسلام، مش رايح يعمل مش رايح يمثل تمثيل مشرف، لا أنا مسافر عشان أنافس على البطولة عشان الجماهير مش عشان الفلوس. ودي جزئية مهمة جدا، انت بتلعب للزمالك، انت بتلعب باسم الزمالك، انت بتمثل كيان عمره 113 سنة، ياما كسب عوائد مالية وياما كسب بطولات وتوج على منصات التتويج، وده لانه دايما دايما هدف الزمالك كان الكرة الحلوة، الكرة الممتعة، الكرة يمكن زي ما قلت الممتعة اللي صنعت شعبية نادي الزمالك وخلته معروف باسم مدرسة اللعب والفن والهندسة. فمطلوب منك انك تلعب عشان خاطر جمهورك، مطلوب منك انك تلعب عشان متعة كرة القدم في المقام الاول قبل سعي نحو اي اهداف او حتى اي اموال، حتى لو مكاسب مالية طبعا هتيجي بالمناسبة ان شاء الله، بس الروح والعزيمة والاخلاص النية ويكون هدفك انك رايح تلعب باسم نادي الزمالك، هو ده يكون هدفك الاول والاخير. وهنا بنيجي لنقطة مهمة تانية وهي نقطة الاجتهاد. ومستر أوسوريو الحقيقة ضرب للاعبين مثل بلاعب مش هيكون للأسف موجود في البطولة العربية وهو مصطفى شلبي. يمكن مصطفى شلبي اتكلمنا عنه كتير جدا في الفترة اللي فاتت دي لأنه هو الشخص اللي اجتهد، اجتهد حقيقي لحد ما قدر إن هو يطلع جزء كبير جدا من اللي عنده، ولسه متأكدين إن عنده أكتر ممكن إن هو يطلعه ويقدمه لنادي الزمالك في الفترة اللي جاية بعد طبعا عودته من الإصابة بإذن الله، لأنه عنده رغبة في إن هو يطور ويحسن من نفسه، عنده رغبة في أو عنده نوع من أنواع العزيمة والإصرار، ودي حاجة مهمة جدا، ويمكن دي رسالة واضحة جدا لأي لاعب إنه أي لاعب أي واحد فيكم هيشتغل على نفسه، أي واحد فيكم هيبقى عنده عزيمة وإصرار إن هو يطلع كل اللي عنده هيكون هتكون حاجة مهمة جدا، وهيكون اكتشاف مهم جدا في توقيت الفرقة بتدور فيه دلوقتي. دلوقتي مستر أوسوريو بيدور فيه على أي عنصر ممكن إن هو يصنع الفارق ويقدم إضافة ويكون مفيد للفريق. فإحنا هنا بنواجه بقى كلامنا لمين؟ لشباب الزمالك، شباب الزمالك يمكن تحت 22 سنة والمشاركين أو بيشاركوا مع الفريق في البطولة العربية، عندنا شباب كتير طبعا موجودين في القايمة، عندنا يمكن محمد صلاح زكي اللي انضم مؤخرا، عندنا إيشو، عندنا حاتم سكر، عندنا محمد طارق، مش عايزة أكون ناسي حد، بس في لعيبة كتير تحت 22 سنة مشاركين في البطولة، والبطولة دي يا جماعة مهمة جدا بالنسبة لكم، لأن البطولة دي ممكن تكون اكتشاف جديد ليكم، فرصة يمكن ما تتعوضش، فرصة ما فيش أفضل منها أن أنت تظهر موهبتك وأن أنت تقول أن أنا أستحق أن أنا أكون في الفريق الأول لنادي الزمالك. العبوا بمتعة، العبوا بإخلاص، قدموا نفسكم للجماهير وقدموا نفسكم للناس، واللي جيله الفرصة لازم يقاتل عليها، لازم يقاتل عشان يستغلها، لأنه اغتنام فرصة زي ديت يمكن تكون نقطة فارقة في مسيرة كل واحد فيكم بعد كده. بتمنى طبعا التوفيق للجميع، وبتمنى التوفيق لجميع اللاعبين طبعا الشباب في نادي الزمالك.